السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الأكلة الخفيفة الاقتصادية دي إن شاء الله. لو عايزين تعرفوا هي معمولة إزاي وحركاتها وتركاتها تابعوني، تعالوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كده شوية حاجات خفيفة كده، إن شاء الله وجبة خفيفة وظريفة كده، إن شاء الله تحبوها بإذن الله وتجربوها بطريقتي وهتعجبكم. هنعمل مع بعض حمص الشام ومكرونة. الأكلة دي خفيفة كده، يعني ساعات الواحد بقى ما بيزهق بقى من روتين الأكل ونوعيات الأكل المختلفة واللحوم والكلام ده، فبنبعد عنها شوية فبنعمل حاجة خفيفة كده. ممكن تبقى لو فطار متأخر شوية، ممكن تبقى غدا، ممكن تبقى عشاء، هتمشي في كل الأوقات يعني. إن شاء الله بإذن الله كده هنسمي الله ونقول المقادير بتاعتنا. أنا معايا هنا نص كيلو حمص الشام. نص كيلو حمص الشام بياخد يعني كبشة صلصة كده هوت أو كوباية صلصة، وبياخد معايا 5 6 فصوص ثوم كبار مفرومين. الليمون ده بقى في الاخر علشان خاطر يعني الحياء بتاعه او الطعم بتاعه، اللي يحب بقى بنحط كمون وملح وفلفل اسمر، وبنحط له ليمون في الاخر وشويه شطه بقى للي حابب زي ما تحبوا يعني. وعندنا هنا المكرونه، انا عندي المكرونه اللي هي المرمريه الصغيره، وفي عندي المكرونه اللي هي المقصوصه دي اللي هي الخواتم. يعني المكرونه اللي تعجبكم ممكن تعملوها، وممكن مع دي او دي يتكسر شويه مكرونه سباكيتي بتبقى حلوه قوي. الصلصه بتاعتها بتكون عباره عن طماطم، بصل مفروم، ملح وفلفل فقط لا غير، ما بحطلهاش اي حاجه تاني. هننفذ بقى الوجبتين مع بعض ونشوف كده باذن الله هنعمل ايه. حمص الشام انا بنقعه 3 4 ساعات اقل ما فيها، ده اذا ما كانش من بالليل للصبح. ده حمص شام بلدي اهو، ده بلدي المستورد بكل الحباية بتاعته قد البندقة، بتبقى كبيرة شوية. فان شاء الله كده هنروح بقى مع بعض بإذن الله ونشوف هنعمل نطبق الوصفات بتاعتنا ازاي. دلوقتي حبايب قلبي انا حاطة نص الحلة مية على النار، المية بتاعتنا بتغلي اهي، هننزل عليها حمص الشام، هنسيبها لمدة يعني بعد النقع ده هتتساب لمدة حوالي ساعة كده، ساعة الا ربع، ونبص عليها يعني ساعة الا ربع نبص عليها، ولما نيجي نزودها مية لو المية قلت عشان حمص الشام بياخد سوا شوية هنحط له مية مغلية مش هنحط له مية عادية. بعد نص ساعة من وهو على النار هنحط التوم، يعني التوم مش بنحطه دلوقتي خالص، والمية اللي هننقع فيها حمص الشام تترمي، لان بيبقى فيه تحت القشور بتاعت البقوليات بتبقى فيه سموم بقى من التنشيف والتجفيف والكلام ده، فاحنا يعني بنتجنب الشيء ده وبنرمي اي ميه احنا ناقعين فيها عدس، فول، حمص الشام، لوبيا، فاصوليا، اي بقوليات احنا بننقعها لازم نرمي الميه بتاعتها. ان شاء الله بعد نص ساعه كده باذن الله هنبص على حمص الشام، وبعد ما يغلي نهدي عليه النار شويه عشان يستوي براحته، وبعد نص ساعة هنحط له الثوم. هنيجي بقى ان شاء الله مع بعض دلوقتي نعمل بقى الصلصة بتاعة الطماطم، وهنعمل نسلق المكرونة، صلصة المكرونة ونسلق المكرونة مع بعض. معانا حلة هي على النار، هنحط لها شوية زيت، اي زيت احنا بنستخدمه، انا بستخدم زيت عباد شمس، انا فاتحه بس فتحه صغيره عشان خاطر ما يدلقش معايا، يعني ما ينزلش كميه كبيره، ينزل بس الكميه اللي احنا عايزينها. ومعايا هنا الميه اهي بتغلي بتاعه المكرونه، اهي الميه بتاعتي بتغلي، هنحط لها الملح، هنحط لها كده معلقه كبيره ملح. انا ما بحطش زيت للمكرونه وهي بتتسلق، بحط لها بعد ما بتتسلق، يعني انا بسلقها في ميه وملح بس وبعد كده ابدا احط لها الزيت. انا هحط المكرونه الخواتم دي،
وهحط معاها شوية مرمرية. انا بسوي المكرونة بتاعتي نص سوا، ما بسويهاش سوا كامل، عشان يعني احنا بنحبها كده ناكلها وهي بتعض شوية، يعني ما تكونش طرية كده وملظلظة. اهو احنا بنسلق المكرونة دلوقتي، حطينا على الحمص، معايا الزيت بيسخن بتاع الصلصة، كله كده كل حاجة على عين كده، نخلص بسرعة. معانا البصلة اهي بتاعت الصلصة بتاعت المكرونة، يعني صلصة المكرونة بقى احنا بنعمل ايه؟ بنحمر البصلة اللي بنخليها لونها كده يعني ذهبي شوية، وبننزل عليها بالملح والفلفل، وبعد كده بننزل عليها بالطماطم، هنعملها خطوة بخطوة. على فكرة دي طريقة الصلصه بتاعت المكرونه اللي بتبقى جاهزه بره، بتتباع في المحلات، يعني ما بتحطلهاش توم ولا بتحطلها حاجه. هنشوح البصله كده مع بعض شويه، واول ما تبتدي تصفر هرجع لكم ونحط بقيه المكونات مع بعض. دلوقتي البصله بتاعتنا اهي بدات تاخد لون ذهبي شويه، بدات يعني ريحتها تطلع ان هي قربت تبقى تقليه. هنسمي الله بقى كده ونحط لها الملح بتاعها اهو، وهنحط الفلفل الاسود. انا بحب احمر الفلفل الاسود معاها، بيبقى ليه طعم وريحه جميل جدا. شوحهم كده مع بعض لحظات كده، احنا بنطلع كل النكهات اللي في الفلفل الاسمر، والطعم بتاعه بيدي طعم مميز قوي للمكرونه او للخضار او لاي حاجه احنا بنعملها لما بنعمل الفكره دي كده اهو. ننزل بقى عليها بالطماطم، الطماطم بتاعتي انا بشراها عشان خاطر تبقى زي بتاعت بره بالظبط، يعني مش ضربها في الخلاط، لا انا بشراها علشان خاطر تديني طعم زي بتاع بره، اكل زي بتاع بره. احنا بره ما بنيجي ناكل مكرونه او كشري او اي حاجه زي كده، بنلاقي الطماطم مش مضروبه في الخلاط زي ما احنا بنبقى ضاربينها ميه كده، لا بيبقى فيها قطع صغيره كده. هنحط لها هنا كده معلقه سكر. الصلصات بقى بتاعت المكرونات والكشري والفته اي صلصات بنعملها بنحط لها معلقه سكر كده، تديها طعم حلو قوي، بتعادل الحموضه اللي في الطماطم او البصل اللي احنا حاطينه. احنا هنحط لها كوبايه ميه، هنحط لها كوبايه ميه عشان خاطر الطماطم بتاعتي دي تبتدي تتسبك وتستوي كويس. معانا المكرونه اهي قربت برده تستوي. انا بعمل زي ما قلت لحضراتكم، المكرونه انا بعملها نص سوا، مش بسويها سوا كامل، يعني هي فاضلها بالظبط دقيقتين كده، وان شاء الله هصفيها وارش لها بعد ما انزلها من على النار، احط لها سنه زيت كده واسيبها بقى في الحل، عشان انا مش بقلب المكرونه مع الصلصه، بسيب كل حاجه لوحدها، وساعه الاكل كل واحد يحط اللي هو عايزه. معانا الحمص كده اهو داخل على سوا، لون الميه بتاعته ابتدى يتغير بقى لونها اصفر شويه. هنبدا بقى دلوقتي نسمي الله كده، وهننزل الثوم بتاعنا اهو، وهننزل الطماطم بتاعتنا، عصير الطماطم بتاعنا اهو برضو. احنا مش عايزينها بقى كتسبيكه، لا احنا بنعملها بس الطماطم عشان تدي طعم ظريف للحمص الشام، وتدي له اللون، بس تدي له اللون الاحمر. بره على فكره مش بيعملوه الطماطم، بيعملوه بره بيحطوا له البابريكا بس، انما احنا بقى بنعمل حاجه كويسه لبيتنا، فبنحط له بقى حاجه اللي فيها قيمه غذائيه كمان. هنخلص بقى بقيه الاكل ان شاء الله ونغرفه مع بعض. انا دلوقتي صفيت المكرونه بتاعتي وحطيت لها شويه زيت صغيرين اهو،
مش عارفة بقى انتوا سامعين ولا لأ الصوت ده. وانا بقلب المكرونة، لو ما سمعتش الصوت دوت اعرف المكرونة بتاعتي مستوية جدا، لازم اسمع الصوت ده، ده كده دليل ان هي مستوية نص تسوية، مش مستوية سوا كامل. تمام، ده ضروري جدا علشان خاطر دوت، يعني انت كده ما تيجي تحطيها عايزة تحطيها في الصلصة بتكمل سوا، هتحطي لها صلصة سخنة بتكمل سوا، قعدت معاكي وحطيتيها في التلاجة، فضل منك حاجة وحطيتيها في التلاجة وطلعتيها عملت لها ميه مغليه وحطيتيها فيها، ترجع اكنك لسه عاملاها تاني، لسه اكنك لسه عاملاها دلوقتي حالا. دي يعني التكايه كده بعملها في المكرونه بتاعتي. ان شاء الله بقى الحمص الشام يستوي والصلصه بتاعتنا تستوي ونغرف بقى طبقنا مع بعض. رجعت معاك حبايبي، خلاص ما شاء الله الصلصه بتاعتنا اهي جميله جدا، اتسبكت اهي وبقت زي الصلصه بتاعت محلات المكرونة والكشري الجاهزة بره، ريحتها تحفة وقلب الدنيا. معانا حمص الشام اهو، احنا طبعا حمص الشام لونه بقى اتغير شوية كده عشان احنا حدقناه، حطينا له الليمون، لا مش الليمون، الليمون لسه، حطينا له الكمون والفلفل الاسمر والملح. ومعانا المكرونة المفلفلة الجميلة زي السوقي بالظبط اهي ما شاء الله عليها. هنغرف بقى مع بعض كده. عايزه بس اوريكم حاجه، انا كنت مطلعه 3 ليمونات من الفريزر من الليمون المفرز، انا عصرت 2 بس. عايزه اوريكم الليمون المفرز بيطلع عصير الليمون قد ايه. بصوا الليمونتين من اهو، يعني حوالي ربع كوبايه عشان دي كوبايه صغيره، الليمونتين المتفرزين مطلعين ربع كوبايه عصير ليمون، يعني حاجه بس زي ما قلت لحضراتكم الليمون المفرز بينزل الميه بتاعته بتبقى اكتر من الليمون العادي اللي هو الفريش، يعني لان هو لما بتفرز حتى التفل اللي جواه البذور اللي جواه بتنزل ميه. هنسمي الله بقى كده ان شاء الله ونغرف مع بعض كده اطباقنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، حمص الشام بقى استوى بقى جميل جدا، ريحته في منتهى الروعه ولونه كمان خطير، ما يفرقش حاجه خالص عن بتاع بره اهو. هنغرف هنا بقى كمان المكرونه، نجيب بس طبق، هنغرف بقى دلوقتي مع بعض كده المكرونه اهي. ما شاء الله مفلفله وجميله جدا جدا، شويه الزيت اللي احنا حطيناهم في الاخر دول بيظبطوا الدنيا قوي. هنحط لها الصلصه بقى ونظبط الدنيا ونقدم الاكل مع بعض. دلوقتي احنا حبايب قلبي غرفنا الاطباق بتاعتنا اهي، ادي المكرونه جميله جدا ريحتها تحفه، وحمرنا طبق بطاطس، وادي حمص الشام بتاعنا وحمصنا عيش للي حابب. يعني هنحط بقى دلوقتي عصير الليمون اهو، واللي حابب يحط شطه دي حاجه ترجع له هو يعني. وبكده يا حبايبي نبقى خلصنا وجبتنا النهارده، وجبة خفيفة اقتصادية جميلة جدا وسريعة برضو، مش بتقعد وقت كبير. اتمنى ان شاء الله ان الوجبة تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي على رأيكم فيها، واشوفكم على خير في فيديو تاني. يا ريت ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب، ويا ريت ما تنسونيش بدعوة حلوة من القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.